مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة يستحل نهر السين إلى قبلة مميزة للباريزيين وزوار العاصمة الفرنسية الباحثين عن التنفس بعيدا شيئا ما عن صخب المدينة وضجيج السيارات. وليس من العسير على من لم يحالفهم الحظ في مغادرة مدينة الأنوار خلال عطلة الصيف إيجاد مكان للاستجمام والراحة وسط الكم الهائل من المتنزهات والحدائق والغابات التي تزخر بها باريس وضاحيتها. إنه مكان تاريخي لجمعيتنا دوكسيسيون التي أسسها المغربي لطفي المعلي. نحن بين الأصحاب على ضفاف السين وعلى مقربة من الناس الذين يكتشفون رياضتنا خلال تنزههم. نتوفر هنا على مساحة جيدة لممارسة هوايتنا على مرأى ومسمع من السياح والسكان المحليين. وتبقى ضفاف نهر السين من بين أول الاختيارات لسهولة الولوج إليها خصوصا لتواجدها وسط العاصمة وبالقرب من محطات المترو. نحن هنا لممارسة هذه الرياضة لأننا نحتاج لأرضية مسطحة تمكننا في الوقت ذاته من الرقص فوق خشباتنا وممارسة الفريستايل. ممارسة رياضتنا على ضفاف السين تسمح لنا بالتعريف بها والتحكم في الضغوط النفسية لأننا نشارك في العديد من المنافسات. ومن بين البارزيين هناك من يختار اقتناء رحلة على متن مئة القوارب السياحية التي تعبر النهر جيئة وذهابا وتقدم العديد من الخدمات أو التنزه على ضفاف النهر التي تمتد على كيلومترات عديدة أو ممارسة الأنشطة الرياضية. تشكل ضفاف نهر السين بالنسبة للبارزيين مكانا للتشارك خاصة بعد جائحة كوفيد والحاجة للقاء وتجاذب أطراف الحديث. بالنسبة للسواح يمكن التواجد هنا من إعطاء صورة عن سكان باريس كأشخاص أكثر انفتاحا وتحررا، ويتخذ البعض الآخر من ضفاف النهر المجهزة بكل أشكال الترفيه والولوجيات فضاء للقاء الأصدقاء لتناول وجبة أو احتساء مشروب وتجاذب أطراف الحديث تحت ظل شجرة أو على مائدة مطعم عائم.